اكتوبر مراني هذا حار هدامي اكتوبر مراني هذا حار هدامي الخيرات حق مشروع والرئيس مالهم خلاء والطاس كتعاني من مكتب. السلام عليكم. الوقفة الاحتجاجية اللي نظمتها هيئة المجتمع المدني بخصوص فتح باب الخيرات، لأن من بعد نقدروا نقولوا من 2019 من بعد ما خدات الاتحاد البيضاوي خدات كاس العرش والفريق في تراجع، وصلت به الدرجة أنه نزل قسم الهوات. الرئيس المنفلوطي سد علينا باب الخيرات، ما بعد ما درنا معاه محاولات لفتح باب الحوار النقاش، لأنه هو ما كيقول لك لا، ما طاس ماشي ديال الجميع. احنا منين لقينا ان الباب مسدود، كنا سبق لينا قبل ما نديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه درنا لقاء تواصلي بهيئه المجتمع المدني في الحي محمدي، وانتظرنا من السيد الرئيس المنفلوطي، انتظرنا منه انه يدير معنا واحد اللقاء، واحد الحوار نتناقشوا فيه، نوصلوا فيه الافكار، نوصلوا فيه النقاط المهمه باش نزيدوا بالفريق. ولكن حنا بقينا ان الباب باقي مازال مسدود، لهذا رأينا اننا نديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه تعبيرا منا حنا كابناء حي محمدي وهيئه المجتمع المدني، اننا نوصلوا الصوت ديالنا للسلطات والمسؤولين باش في محاوله للضغط على السيد الرئيس انه يدير معنا مطالب ديالنا. المطلب الاساسي والوحيد وهو فتح باب الخيرات، هذا هو المطلب الوحيد ديالنا. لفتح لنا السيد الرئيس باب الخيرات، اكيد ان الخيرات كينعش الخزينه، كيفتح باب ديال ان الجمهور يتواصل مع الفريق ديالو، الحضور المكتف. الخيرات هو مساله كتفيد الفريق ماديا ومعنويا، لاننا حنا منين غادي نخرطوا بكثافه، لان جميع ابناء الحي المحمدي مستعدين انهم ينخرطوا في الفريق باش في محاوله نكونوا في نحاولوا غير نطلعوا شويه بالفريق لواحد النيفو شويه متوسط، نوصلوا لنتيجه مهمه، هذا هو الاساس. شكرا لقناة هبة بريس على هاد الحضور ديالها في هاد الوقفة الاحتجاجية اللي نظموها مجموعة ديال المحبين والغيورين ومنخرطين سابقين. اليوم احنا اصبحنا محرومين من الحق ديالنا في الانخراط داخل واحد الجمعية رياضية، هاد الحق اللي كيخولوا لنا القانون وكيخولوا لنا الدستور. احنا اليوم المكتب الحالي عنده 12 منخرط وعنده 12 عضو في المكتب، اذا 12 عضو في المكتب هما 12 منخرط، ومانعين الناس من الانخراط بدون موجب حق، بدون اي مبرر. اذا الانسان ملي كيكون كرشو خاويه ما كاينش علاش غادي يمنع الناس من الانخراط، هذا حق مشروع، خلي الناس تنخرط، غتعاون ماديا وغتعاون بمجموعه ديال الامور. احنا اليوم ارتئينا اننا نوصلوا الصوت ديالنا للجهات المسؤوله، على راسهم السيد العامل، السيد الوالي، السيد وزير الداخليه، وبالاخص السيد فوزي القجاع، لان السيد فوزي القجاع العامل الكبير اللي كيقوم به على مستوى النهوض بكرة القدم، ولكن مثل هذا التسيير اللي كاين اليوم في فريق الاتحاد البيضاوي كيرجع الكرة الوطنية بزاف اللور. إذا حنا باش نمشيو في التوجه ديال الناس اللي غادا بكرة القدم للأمام، خصنا نمشيو في نفس التوجه، أن يكون مكاتب مسيرة، يكون جمعة عامة قانونية، يكون الحق في الانخراط، ما كاينش ما يتخبى، ما كاينش حاجة اللي غادي تخلي مسير أنه يمنع الناس من الانخراط بدون موجب حق، وتولي وقفات احتجاجية وأمام هذا، وتكون ديرونجمون ديال الجهات المسؤولة اللي كتجي تحضر معنا. الناس ديال الأمن مشكورين اللي من الصباح هما معنا هنايا، فهنا اليوم الحمد لله كنتمنوا من الله ان الجهات المسؤوله تاخذ واحد القرار اللي هو الغاء الجموع العامه السابقه ديال فريق الاتحاد البيضاوي، نظرا ان فيها الناس كيعرفوا المنخرطين هما اللي كيناقشوا التقرير المالي والتقرير الادبي، ماشي اعضاء المكتب. فاعضاء المكتب ديال الطاس اليوم 12 عضو هما 12 منخرط، في خرق سافر للقانون، هما اللي
هما اللي كيناقشوا التقارير الماليه اللي صرفوها هما، وهذا الشيء راه ما يمكنش. هذا راه كنتمناو الجهات المسؤوله انها تدخل في اقرب وقت ممكن قبل لا من الاندثار ديال هذا الفريق العريق. وشكرا لهيبه بريس بزاف. السلام عليكم ورحمه الله. هو في الحقيقه مهزله ومهزله كبيره اللي كيتعرض لها هذا الفريق، فريق تاريخي، فريق عريق، فريق للامجاد ديال المقاومه والنضال في الحي المحمدي. وهاد الاخوان هادو طلب واحد اللي عندهم هو فتح باب الانخراط. لا يعقل باش الدراري ولاد حي محمدي كيخليو ديورهم ودربهم يمشيو نخرطوا في الرجاء ولا في الوداد. حنا بغينا باب الانخراط يتحل، نخرطوا في الدرب ديالنا، نخرطوا في الحي المحمدي باش تبقى المسيره ديال الطاس في الحي المحمدي هي الاولى، لان الجمعيه ديال الطاس هي الجمعيه الوحيده، الجمعيه الام في الحي المحمدي. وكنتمنى من السلطات والناس المسؤولين باش يتدخلوا ويشوفوا هاد المزاله هادي. حنا بغينا نخرطوا بصراحه، بغينا نخرطوا. حنا ما عندنا حتى شي علاقه نحيدوا الرئيس ولا نديروا الرئيس، الا بغينا نخرطوا. الهدف يعني ماشي هو تغيير ديال الرئيس، ماشي هو تغيير الرئيس، ونخرطوا. الفريق راه غادي فلاشيت، راه غادي مهود، الطاس راه مهوده. ما بغيناش الطاس توصل ما وصلت اليه الفراقي اللي كانوا في الحي المحمدي ايام الطاس، نادي الترجي البيضاوي والاهرام البيضاوي اللي انداثروا. ما بغيناش الطاس يمشي في الطريقه هذه، بغينا الطاس تبقى للاجيال. حل باب الانخراط، كنتمنوا من الرئيس يحل باب الانخراط ونديروا يدينا في الدول مكتب مع المنخرطين ونشوفوا نحلوا هذه الازمه اللي غادا فيها الطاس. لان لا يعقل، لا يعقل كل مقابله الطاس غادا كتشيشي، غادا كتهود لتحت. تحياتي. في البدايه كنشكروا سيد العامل على عماده حي سبع الحي محمدي على الفرصه اللي عطانا باش نعبروا على الموقف ديالنا بصفتنا ابناء الحي محمدي ولاد فريق الاتحاد البيضاوي. كنشكروا جميع السلطات اللي زعما عطاتنا فرصه باش نعبروا على الموقف ديالنا في هذا الوقت هذا، حيت كنشوفوا بان فريق الاتحاد البيضاوي غادي للهاويه في الوقت اللي كان فريق عنده مكانه ديالو بالقسم الوطني الاول. هذا المكتب هذا ربما نجح في واحد الفتره من الفترات، ولكن الان دابا كنشوف بان الفريق غادي في الهاويه، لا مقيد لا ناجي من هذه المساله هذه. لهذا كنطالبوا من هذا المكتب هذا اذا كان ما قادرش باش يساير الموقف باش ياخذ مسؤوليه كما كانت في البدايه، فيحط السويرتات ويعطي الناس مسؤول. كاينين ولاد حي محمدي اللي بغاو يشدوا الفريق ويقوموا به ويزيدوا به القدام. هذه موقف ديال ابناء الحي محمدي وعيب وعار باش ما لقاوش ولو لاعب واحد ضمن فريق الاتحاد البيضاوي، لان فريق الاتحاد البيضاوي عنده جمهور غفير، جمهور شغوف بالفريق ديالو. وكنتمناو من هذا المكتب هذا باش يتقبل هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي هي وقفه سلميه من اجل انقاذ فريق الاتحاد البيضاوي من هذا الموقف هذا. وشكرا لهيبه بريس على المسانده ديالها، وكنتمناو التوفيق ان شاء الله للجميع. نشكر هاد الناس هادو اللي جاو ضحاو بالوقت ديالهم وبالوقت ديالهم وعطاو ما في حقهم، وبالنسبه للقدامى وبالنسبه للجمهور وبالنسبه لكل شيء. وهاد السيد هذا خويا راه ما شدش مثلو كاع، انا على وجه الارض كاع ما شتوش. حتى السيد ما نجحتيش وبركه، قول لهم اخويا السويرتات وبسلامه نمشي بحالي. ما بغيتي تحل باب الخيرات، ما شتي لعابه، ما شتي حتى حاجه، ما فهمتش هاد السيد فيه اش باغي يدير، فين باغي يوصل. حنا اللي كنطلبوا دابا من هاد المنبر هذا، دابا ولات القضيه عند القجع. القجع خاصو يدير المحاسبه ديال هاد الرئيس هذا، لان الفلوس مشات. فين مشات هاد الفلوس؟ ما كاين لا لعابه لا حتى حاجه، ما كاين والو. خاص المحاسبه. وما يمكنش رئيس وخو امين المال، هذه راه ما كايناش في دوله كاع، ما عمري ما شفتها انا كاع. ومن هذا المنبر كنشكركم اخويا انتم ك هبه بريس وداك الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هشام سامو بطل عربي في الاقتداء واحتياج الخاصه على الكراسي المتحركه تحت الشرف ديال سيدنا الله ينصرو، يعني كندير الاتليتيزم وكندير كره السله. حنا جينا اليوم باش نشاركوا هذه المسيره السلميه اللي باش حق مشروع لولاد الحي محمدي انهم يطالبوا بانخراط، وان المنظومه ديال الانخراط خصها تعديل، لان لا يعقل ان جوج الناس يكونوا ما يقروا واش الناس ينخرطوا ولا ما ينخرطوش. اذا هنا القانون ديال الانخراط خصو تعديل، وخصو اعاده النظر. رئيس الجامعه ديال كره القدم السيد القجع خصو اعاده النظر، فهمتيني؟ هذا هو اللي كاين، لان هذه الامور دي صعيبه. جوج الناس في المكتب يقروا واش الناس ينخرطوا ولا ما ينخرطوش. حنا جينا هنا كساكنه الحي محمدي كنطالبوا بفتح باب الانخراط.
كاين الناس خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن باغيين يساهموا بالغالي والنفيس باش يعطيو لهذا الفريق الاتحاد البيضاوي. الاتحاد البيضاوي اننا كنشوفوه الامس جاب لنا كاس العرش، اليوم غيطيح الكاتريام ديفيزيون. اذا هذا المكتب هذا مسير ماشي محنك، يعطونا ناس اللي في المستوى العالي. حنا دولة اشخاص في وضعيات اعاقه، مادام حنا ولاد الساكنه كتهمنا الرياضه وحنا رياضيين ابا عن جد. الاب ديالي والاخ ديالي سامو عزيز لانه عطى الاتحاد البيضاوي راه تبقى واحد 16 عام و 18 عام وباقي يعطي، ودابا الحمد لله ديبلوم بي. وان هذا المكتب هذا كيقصي الناس ولاد الحي محمدي وكيقصي الناس ولاد الفرقه. اللي عنده الكفاءه وعنده ولاد الحي وغيغير على هذا الفريق هذا يجي مرحبا، واللي ما غيخدمش هذا الفريق وانه غيستغل الاغراض الشخصيه ديالو، لانه وصل الوقت ديال كي قال سيدنا الله ينصرو ان ربط المسؤوليه بالمحاسبه. خصنا هاد الناس هادو خصهم يتحاسبوا باش نعرفوا شنو كاين، ماشي من هبوا دابا يبدا ينهبوا باش يدير في البلاد كيف ما بغى، لان ماشي من حقه هو ماشي ملكه. واش الاتحاد البيضاوي ملكه؟ تيقول الناس انا عندي نادي، اش من نادي؟ هذا فريق الاتحاد البيضاوي، فريق خصو يبقى ديال الناس ديال الحي محمدي ديال الساكنه. وبهذا ومن هذا المنبر هذه كنترحم على الاب الروحي سي الزولي وصاحب الثقافيله اللي عطى الفريق ونفع الناس ودار الخير ودار البصمه. ان فريق في الحقبه ديال السيافيله خدم لنا اللعابه، خدم وظفهم، كاين اللي فتح اسره، كاين اللي فتح بيت. انت اش درتي لينا؟ دينا كاس العرش بعتي اللعابه، ومن بعتي لينا اللعابه فين هو الفوز ديال اللعابه؟ فين هما الخلاف؟ بعتي اللعابه مشى بنادم يقلب على رزقه الله يعاونه، ولكن عطينا الخلاف. فرقه دارت كاس العرش خاصها تطلع البريمي ديفيزيون وخاصها تلعب اطوار طلائعيه وتلعب سونفيانس لينك. كنتفاجئوا بان الفرقه في الكاتريم ديفيزيون، هذا راه عيب وهذا عار. اخر حاجه كيطالبوا بالانخراط، انخراط وطريقه باش غادي المكتب طريقه ما عجباش ولاد الحي وما عجباش المجتمع المدني. هادشي اللي كنطالبوا، كنطالبوا بالانخراط الاخوان لي زيكس زوار لا منظار، كلشي كيطالب بالانخراط. انخراط هو اللي باش بنادم يعرف اش واقع في فرقته وكابر فيها. هذا فريق المقاومه من فريق حتى واحد.